من جانبه كشف السباح حسام سحنون أن غيابه عن البطولة الإفريقية للسباحة راجع لمعاناته من إصابة منعته من المشاركة في جميع المنافسات. وردا على تصريحات الوزير قال أن هناك أطراف تحرض ضده، مؤكدا أن وطنيته ليس لها ثمن، والوزير لم يتلقى المعلومات الصحيحة كونه أرسل ملفه الطبي للاتحادية رافضا أن يتم تبرير نتائج الجزائر في هذه البطولة على حسابه. رسالة من السيد الوزير بأن أسامة سحنون وطنيته كما يقول لك ما عنده حتى ثمن، ولا بروف لي دارني طون ليكيب دو فرانس زعما الفئة المنفذة اكزاكتومون باش نبدل الجنسية هكذاك، وصممت ما حبيش نبدل الجنسية تاعي، دونك هذا كما يقول لك سي اون غيزون دو بلوس. رسالة للوزير باللي أسامة سحنون ما شاركش البطولة الإفريقية مالوغوزمون باسكو تلقى إصابة، وما تلقاش هو وزير ما تلقاش لي زانفورماسيون كما يقول لك المعلومات الصحيحه، باسكو لو كان الفيدراسيون قامت بالدور تاعها وعطاته الدوسي ميديكال تاعي ما كانش يقدر يهضر كيما هكذا. بون ما على باليش علاش، باسكو باش الفيدرالية حابه تبرر الفشل تاعها في هذه البطوله الافريقيه، انا ما نحبش تبرر الفشل تاعها، شفتوا رئيس الاتحاديه حكيم بوكادو حبيبه بالك حاب يبرر الفشل تاعو في هذه البطوله الافريقيه، مانيش حاب يبرر الفشل تاعو على ظهر اسامه سحنون.